بكم معنا إلى بانوراما الليلة ونناقش فيها: ماذا يخفي قرار وقف الطلعات الروسية من همدان؟ وهل تنهي أزمة الثقة الشراكة القسرية في سوريا؟ هل يرقى إعلان علي عبد الله صالح دفن المبادرة الخليجية والانضمام إلى محور طهران إلى مصافي الانتحار السياسي؟ أهلا بكم. طفى وبشكل مباغت الخلاف الإيراني الروسي الراكد تحت ضرورات النزاع السوري، طفى على سطح قاعدة همدان مهددا بتحويل شبه الشراكة إلى شبه تنافس على دمشق المتأرجح بين النفوذين. استياء إيران مما وصفته بالاستعراض وخيانة الثقة، وإن كان لم يبلغ حد القطيعة إلا أنه ينذر بانعكاسات سلبية على التعاون الثنائي في حال عدم تداركه وسريعا. قابل الإعلان الإيراني عن وقف استخدام قاعدة همدان تبرير روسي عزى القرار إلى ارتباطه بالوضع في سوريا. كيف يمكن لشراكة استراتيجية ولقرار بحجب فتح منشآت عسكرية هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية أن ينتهي بغضون أيام قليلة؟ وهل هو جزء من سياسة الكرملين بإمساك خصوم شيه وشركائه على حد سواء وإبقائهم على مسافة واحدة تحت المظلة العسكرية والدبلوماسية الروسية؟ أم أن شهر العسل الروسي الإيراني بددته أفق التسوية بين سيد يهم بمغادرة البيت الأبيض وآخر مقيم في الكرملين؟ فجرت قاعدة همدان خلافا إيرانيا روسيا راكدا تحت ستار الشراكة في الميدان السوري. يعكس قرار وقف الطلعات الجوية من القاعدة الإيرانية أزمة ثقة بين موسكو وطهران، بلغت حد اتهام وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان روسيا بخيانة الثقة عبر الإعلان الاستعراضي وغير المبالي لقرار كان من المفترض أن يبقى مودعا في الأدراج السرية. دوائر القرار الروسي امتنعت لساعات عن الرد قبل أن يؤكد سفير موسكو في طهران أن لا شيء يحول دون استخدام القاعدة مستقبلا، نافيا وجود أي سبب للقلق. محاولة تطويق الخلاف وامتصاص النقمة الإيرانية اصطدمت بموقف الخارجية الإيرانية التي اعتبرت أن الأمر منوط بإذنها والأوضاع في المنطقة. الخلاف الإيراني الروسي يحمل في طياته تفرعات عدة، أولها استياء طهران من موقف موسكو العسكري الداعم حينا للنظام ومعاركه والمنكفئ حينا آخر، لا سيما حين تلوح فرصة الحسم العسكري. وتذكر معركة حلب مثالا على ذلك، وتحذر طهران مما تعرف بتفاهمات لافروف كيري. جانب آخر من الخلاف ذو طابع عسكري، فإيران ما زالت تنتظر من موسكو ردا بالموافقة أو الرفض على طلب شراء مقاتلات سوخوي 30. هذا فيما يخص التنافس والخلاف مع موسكو. أما على الصعيد الداخلي فبرز تباين بين المعسكر الواحد منذ اللحظات الأولى على إعلان فتح القاعدة أمام العمليات الروسية. رئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني رحب بالتطور الجديد معربا عن حماسته في وضع كافة المنشآت العسكرية تحت تصرف موسكو، في حين خرج بعد يوم واحد رئيس البرلمان علي لاريجاني رافضا فكرة منح روسيا قواعد دائمة في إيران، واصفا إياها بالمؤقتة وبهدف واحد ووجهة واحدة: الميدان السوري. ومعنا من لندن الدكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية. من الكويت ينضم إلينا الدكتور صالح السعيدي المحلل السياسي، ومن موسكو ينضم إلينا السيد إفغيني سيدروف المحلل السياسي. أهلا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ مع ضيفي من موسكو. إذا كان الرفض الأصلي من رئيس البرلمان كان لتواجد الروس أو منح قاعدة عسكرية للروس، قال بأنه مرفوض ولكنه مرتبط بعمليات في سوريا، ثم استمعنا إلى أحاديث قالت بأن المهمة انتهت التي ذهبت إليها الطائرة الروسية إلى قاعدة همدان للضرب في روسيا في سوريا. ما الذي حصل؟ يعني كيف انتهت المهمة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام والمشاركين في حلقة اليوم. طبعا أعتقد بأن هذا الخلاف، وهو الخلاف الآن الذي يعني تم تضخيمه
ربما بجريرة من الطرفين سواء الروسي أو الإيراني، كان ينضج منذ زمن بعيد، وعاجلا أم عاجلا كان يجب وينبغي وكان من الضروري أن يحدث شيء من هذا القبيل. ولكن ما حدث يعني خصوصا في الفترة الأخيرة عندما أعلنت إيران عن إنهاء استخدام روسيا لهذه القاعدة، قاعدة همدان، ربما يدل على عمق الخلافات الروسية الإيرانية، ليس فقط حول استخدام هذه القاعدة، وإنما ربما يعكس ذلك عدم رضا طهران عن العمليات التي تقوم بها القوات الجوية الروسية والتغطية الجوية الروسية. ربما طهران تعتبرها غير كاف بأي حالة من الأحوال وتطالب موسكو بأكثر من ذلك، وربما كان هناك اتفاق سري ولن يكشف عنه عما قريب بأن روسيا ردا على سماح طهران باستخدام هذه القاعدة ربما ستشدد وتعزز من تواجدها وضرباتها الجوية لدعم إيران التي ربما يعني غير راضية الآن عن كونها تكاد تحارب لوحدها في الجبهة السورية ما عدا طبعا جيش النظام. وبالتالي الخلاف كان متوقعا، ولكن الشكل الذي حدث به ربما يعني يحمل في طياته شيئا مفاجئا، لكنه من جهة أخرى أيضا كما أعتقد يعكس الخلاف في داخل النخبة السياسية الإيرانية وانقسامات بداخل قيادة طهران السياسية والعسكرية أيضا فيما يتعلق بالحليف الرئيسي له في سوريا وهو روسيا. ويبدو أن هناك بالفعل جناحا كبيرا في القيادة الإيرانية يميل إلى التحالف مستقبلا مع الولايات المتحدة، لا سيما على ضوء يعني احتواء الملف النووي الإيراني. مرحليا طهران ستظل تدعم روسيا وتتحالف معه في سوريا، ولكن لا أعتقد بأن هذا التحالف سيدوم طويلا. ولن يكون تحالف استراتيجي إذن على هذا الأساس، سيكون تحالف مصلحي فقط. نعم. دكتور علي نوري زاده، وتحالف مرحلي يعني. راح ارجع لك سيد سيدروف. دكتور علي نوري زاده، ما استمعنا اليه من وزير الدفاع يعني اعطانا الاحساس بانه المشكله كانت لديه على الاقل بانه روسيا اعلنت عن هذه العمليات واعتبر هذا خيانه للثقه، ولم يكن لم يكن هناك تعليق على استخدام القواعد من اصله وعلى خرق الدستور في ذلك وعدم اللجوء للبرلمان قبل السماح للطائرات الروسيه بان تحط في قاعده همدان. هل ارادت ايران ان تبقى، ايران بهذا النظام يعني، ان تبقى تعمل من تحت الطاوله ولا تريد لاي من ممارساتها ان يتم فضحها؟ هل أرادت لروسيا أن تقول أنها خرجت من أي مكان آخر ولم تخرج من إيران، أم ماذا نفهم من هذه التصريحات؟ تحياتي إليك سيدتي وإلى ضيوفك ثم الأعزاء والمشاهدين الأعزاء. أولا دعني أن أقول لكم بأن أهم شعار ثورة الخميني كان استغلال حرية جمهورية الإسلامية. لقد تم إطلاق رصاص الرحمة على رأس الحرية بعد يومين من وصول الخميني إلى السلطة فوق سط مدرسة علوي بإعدام 4 جنرالات ممن صدقوا قول الخميني وانضموا إلى الشعب. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية فإن بعد تعديل الدستور أصبحت جمهورية ولاية الفقيه، لأنه إذا صوت 70 مليون إيرانيا لشخص ليصبح رئيس الجمهورية لن يكون شرعيا إلا بتوقيع ولي الفقيه. وبقى فقط مقولة الاستغلال. لقد باع النظام استغلال إيران لروسيا، ونحن نعرف والحملة التي شنت من قبل الوطنيين الإيرانيين كان السبب الرئيسي وراء تراجع النظام وليس خلاف مع روسيا. نعم، وزير الدفاع في لقائه مع نظيره الروسي حصلوا على تفاهم واتفاق بشان من روسيا قواعد بحرية في جزيرة قشم وقواعد جوية، ليس فقط في شاهرخي بحمدان أو نوجة بل أيضا في قاعدة تبريز. فيعني كان هناك اتفاقا بينهم، اتفاق سري، ولكن تسريب الخبر وتهران تتهم روسيا
بتسريب الخبر لإظهار قوتها أمام الأمريكان. لذلك وصفها وزير الدفاع بأنها تقوم بالاستعراض والتفاخر. نعم نعم، يعني صارت تهران وصارت إيران من أغمار روسيا بشكل فعلي وعملي. فبعد هبوط أول طائرة روسية بدأت تصل إلينا معلومات من قبل الطيارين، من قبل خدم طائرات من داخل قاعدة شاهرخي أو نوجة، هم يبدون اعتراضهم على الحضور الروسي ويطالبوننا بعرض الموضوع ومسمع الشعب الإيراني ورؤية الشعب الإيراني. فلذلك قمنا منذ أسبوع الماضي بعد وصولنا الخبر بشن حملة واثقة من أجل إبلاغ المواطن بأن هذا النظام الذي يدعي بأنه حافظ على استغلالنا باع سيادتنا لروسيا، وخلال 57 عاما من حكومة بحلوي ولديهم علاقات وثيقة مع الأمريكان لم يعطوا أي قائد للأمريكان. فقط خلال الحرب العالمية الثانية بعد احتلال بعض مواقف في إيران حتى الطائرات الروسية والأمريكية والبريطانية في مطارات إيران، ولكن الشاه 37 عاما رفض منع أمريكا أي قائد بحرية أو جوية. هذا النظام قد جاء ومنح الروس هذه التسهيلات، ومطار شاهرخي من أهم قواعد إيران الجوية والطيارين وزباط العاملين في هذا القاعدة هم كانوا سبب نشر الخبر بشكل أوسع. عدد الطيارين الروس، أسماءهم، عدد الطائرات، نوع الطائرات، عدد يعني رحلات إلى وحملات إلى سوريا. طيب حتى توضح لي أكثر يا دكتور علي، لذلك باتت إحنا سمعنا تصريحات علي شمخاني التي كانت ترحب بالتواجد الروسي، وسمعنا تصريحات علي اللاريجاني التي كانت متشككة ورافضة لهذا الوجود الروسي، متشككة حتى من الغاية فيما بعد انتهاء المهمة في سوريا، وتم الحديث عن قاعدة لروسيا في إيران وتم نفي هذا أنها هي مهمة وستنتهي ولكنها ليست قاعدة. أي الأطراف كانت مع الوجود صحيح. الروسي وأيها كانت ضد الوجود الروسي، طالما أنه الهدف كان سوريا والهدف هو دعم الموقف الإيراني ودعم بشار الأسد في سوريا؟ بالتأكيد المرشد هو لا يثق بأمريكان ويثق بروسيا ويعتبر بوتين حليفا استراتيجيا. شامخاني يتبع سيده أو لاريجاني يتبع سيده، وفقط في إيران انظروا صوت واحد من بين أصوات النظام وموظفي الحكومة والبرلمان، صوت واحد هشمة الله فلاحت بيشي، هذا النائب الشجاع وقف وقال الدستور يحظر منه الأجانب قواعد عسكرية. ولاريجاني هاجمه بشكل فذيء وقال لم نأتي روسيا أي قائدة وهناك اتفاق فيما بيننا، ولكن فلاحت بيشي طالب بجلسة سرية في البرلمان لدراسة الأمر للبت في تفاصيل الاتفاقية. فقال واليوم قريب وزير الدفاع يقول ليس من مسؤولية البرلمان النظر إلى هذا المواضيع، والمجلس الأعلى للأمن القومي قرر، ليس مجلس الأعلى للأمن القومي مخولا لاتخاذ قرارات استراتيجية. وأعتقد بأن الروحاني أيضا كان مثلرا لقبول ذلك لأن الأمر جاء من قبل المرشد وهؤلاء اتبعوا الولي الفقيه. هذا على المستوى الداخلي في إيران، شرح الدكتور علي نوري زادة بشكل مختصر. دكتور صالح السعيدي، ماذا عما هو أبعد من ذلك؟ ماذا عما تفضل به سيدي إفغيني سيدروف أن هناك خلافات بين إيران وموسكو ربما حتى في إدارة الأزمة في سوريا، وكان لابد لهذه الخلافات أن تطفو على السطح، وكانت القاعدة هي القشة التي قسمت ظهر البعير. هل هناك شعور ترى بأنه لدى إيران بأنها ترى بأنه موسكو تستفرد بالحل في سوريا، الحل والعقد في سوريا؟
لا 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 مطلق. أنا أعتقد أن لا أتفق تماما مع ما طرحه الضيف الروسي حول وجود خلافات حقيقية بين إيران وروسيا لأسباب كثيرة. أنا أعتقد ما حدث هو أن طبيعة النظام الإيراني هي أنها تعمل كل الموبقات وكل الذنوب ولكن في السر. ما حدث أن الإعلان والإشار لهذا الحدث هو الذي أحرج النظام الإيراني وضربه في مقتل مثل ما ذكر الأخ علي نورزادة، أن أحد أهم شعارات الثورة الإيرانية وما جاء به الخميني هو إسلامية لا شرقية ولا غربية، وبالتالي خضوع إيران أو دخول قواعد أجنبية مهما كانت هذا يخدش في الشعار أو يخدش في ثورة الخميني بالأساس. ما يجمع النظام الإيراني والنظام الروسي أشياء كثيرة، النظامان مرغمان على الاتفاق لأسباب كثيرة. أولا لأنهما طبيعتهما كلا النظامين نظامين عدوانيين، لا يمكن لهما أن يعيشا في تحالفات أو علاقات طبيعية. لاحظ العلاقات الإيرانية كلها علاقات متشنجة وعدوانية مع الجوار ومع دول كثيرة وحتى مع دول العالم. أيضا روسيا كل علاقاتها متشنجة سواء مع دول جوار، ولا تستطيع أن تقيم علاقات طبيعية إلا مع دول مارقة أو دول شاذة تتواءم مع طبيعة النظام الروسي ومثل النظام السوري والنظام الإيراني. لاحظي مثلا أن روسيا ليست لديها علاقات طبيعية أو جيدة مع دول الخليج، رغم أن دول الخليج منفتحة مع كل دول العالم، علاقاتها طيبة مع أوروبا ومع أمريكا وحتى مع الصين. قارن ذلك بالطبيعة الصينية، الصيني الذي ليس لهم مانع أن يدخلوا في تحالفات وفي علاقات طيبة واستراتيجية مع دول محسوبة تاريخيا على دول كبرى مثل ما يحدث في أفريقيا. الصين تستثمر وتعمم علاقاتها مع في دول أفريقية محسوبة تاريخيا إما على الكومنولث البريطاني أو الدول الفرنكفونية، ولديها علاقات طيبة الصين مع دول الخليج رغم أنها محسوبة على الغرب. وبالتالي طبيعة النظام الروسي النظام مافيوي، نظام عدواني، نظام همجي، تدخله في سوريا والعدوان المستمر على الشعب السوري تحت زعم أنه يحارب الإرهاب، بينما كل تاريخه هو يعني لم يحارب الإرهاب وليس لديه تاريخ في محاربة الإرهاب، بدليل أن أفغانستان عندما حدث 11 سبتمبر مع أنها قرب الحدود الروسية لم يتحرك الروس وقالوا ورفضوا أصلا الحرب الأمريكية الغربية على تنظيم القاعدة في وطالبان في أفغانستان رغم أنهما منخرطان في الإرهاب. وبالتالي أنا أعتقد أن طبيعة ما يجمع النظام الروسي والإيراني أكبر بكثير ما يفرقهم. حديثك على موضوع سوريا، أنا أعتقد أن الإيرانيون والسوريون والروس يعتقدون أنه لا يمكن لروسيا وحدها تنفرد بالسيطرة أو الهيمنة أو منع يعني خضوع أو سقوط النظام السوري إلا بمساعدة إيرانية. ونفس الشيء الإيرانيون عاجزون لوحدهم عن حماية النظام السوري بدليل ما فعله كل هذه السنوات من دعم وإرسال الميليشيات المرتزقة من أفغانستان والعراق ولبنان. هذا على المستوى العسكري، لكن على المستوى ذلك فشل الإيراني. على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي، أليست روسيا هي حاملة الراية الآن في الشأن السوري بعد الانكفاء الأمريكية؟ لأنه كل الطرفين يدركان، الإيرانيون والروس يدركان، إيران لوحدها لا تستطيع بدون دعم روسي أن تحافظ على النظام السوري، وروسيا أيضا تعرف وتدرك أنها لا تستطيع لوحدها دون وجود والنفوذ الإيراني هو القاطر وهو القنطرة التي يمر عليها النفوذ الروسي في المنطقة. هناك علاقة تبادلية، علاقة مصلحية بين المصالح الاستراتيجية الروسية والمصالح الإيرانية. إيران تخدم روسيا في سياسات معينة أنها تمنع هذه المناطق، ولاحظ أن التحرك الروسي جميعه في مناطق الفراغ الاستراتيجي، العراق، سوريا، بلاد الشام واليمن، وهي دول تاريخيا لم تكن تحت الهيمنة الغربية أو لم تكن من ضمن المشروع الغربي. وبالتالي إيران تساعد روسيا في منع هذه سقوط هذه المناطق في أنظمة موالية للغرب أو معادية لروسيا. وبالتالي هذه الخدمة التي تقدمها إيران تبادلها إيران في روسيا بأنها تؤمن بقاء النظام السوري عبر الهجمة العدوانية التي تشنها روسيا على الشعب السوري. طيب أنت وصفت أنه اللي حصل مش خلاف بين الروس والإيرانيين لأنه علاقاتهم وأهدافهم في سوريا أهداف واحدة، يعني عندهم نفس نقطة الالتقاء، لكن هل الخلاف الداخلي الإيراني كثير بأن يحرج موسكو إلى هذا المدى وهذا الحد؟ يعني بتدخل طياراتها بثلاث أيام بتسحبهم؟
ممكن يعني ما حدث ان ذكرت ان النظام الايراني ليس لديه مانع في عمل موبقات. تذكر ايران كونترا كان ياخذ السلاح من الشيطان الاكبر الذي يعتبره امريكا، ولكن عندما ظهرت للعلن تنكر لها. هو يعني كان يريد ان يكون الامر سريا، ولكن ظروف معينه لا ادري لماذا الروس يعني تسرع واعلنوا. انا اعتقد انه امر داخلي، ولكن حتى لو اراد النظام الايراني ان يعني يريد علاقه يعني لا يستطيع ينفك، لان لا يوجد نظام يتوائم بطبيعته العدوانيه والشاذه كنظام مثل النظام الروسي. نعم، واحنا اشرنا بالبدايه وانا اشرت في السؤال الاول الى انه تعودت هذا النظام على اللعب من تحت الطاوله، فكشف الاوراق على الطاوله احرجه وازعجه مما ادى بهذا الموقف الروسي. طيب سيد إيفغيني سيدروف، استمعت الى ما قاله الدكتور صالح السعيدي انه لا خلاف بين الطرفين على الاطلاق، لكن الا يمكن لهذه الخطوه ان يعني تنال من هيبة موسكو قليلا بأنها في المرة الأولى ذهبت بطائراتها إلى قواعد في سوريا ثم سحبت ثلاث أرباع هذه الطائرات، مرة ثانية ذهبت إلى همدان بعد أيام قليلة سحبت الطائرات من همدان، وكأنه القرار الروسي ليس حاسما ولا حازما في ما الذي تريده روسيا ومن ممكن أن يتعاون معها حتى نهاية الطريق. يمكن النظر إلى كل هذه المشاكل من جانب آخر، يعني ثلاث أربع طائرات مثل ما أشرت أنت، أو مثلا الآن ما حدث من مشاكل مع إيران. إذا نظرنا إلى هذا الأمر من زاوية أن الطائرات الروسية مثلا نفذت جزءا من مهامها القتالية، والآن لم تعد بحاجة إلى استخدام قاعدة حمدان، ولكن إذا اقتضت ضرورة لا يوجد أي مانع للعودة إلى مناقشة هذا الموضوع، والعالم ربما سيفاجئ من جديد بأن روسيا وإيران مستقبلا ربما بعد فترة معينة ستتوصلان إلى تفاهم بهذا الشأن على استخدام قاعدة أخرى، لأن حتى وزير الدفاع الإيراني منذ بضعة أيام قبل أن ينتقد روسيا لموقفها هذا كان يفترض ويتحدث عن احتمال استخدام روسيا لقواعد إيرانية أخرى بالإضافة إلى قاعدة حمدان. لذلك لا يمكن أن نستبعد أي تطور مستقبلا، وبالتالي فيمكن القول إن حتى مثلا الحجة التي يسوقها الطرف الإيراني وكأن روسيا كشفت وأعلنت عن استخدامها لقاعدة حمدان ليست بحجة قوية، هي ضعيفة جدا، لأنه لا يمكن أن نتصور أنه في ظل التقنيات الحديثة لا يمكن إخفاء هذا، يمكن إخفاء هذا الواقع وكاستخدام قاعدة حمدان. حتى إذا لم تعلن روسيا عن ذلك ولم تكشف عن استخدامها لهذه القاعدة، يعني بعد فترة معينة وقصيرة جدا كان الجميع قد عرفوا وعلموا بذلك بكل تأكيد. يعني. وإحنا تابعنا إعلام المقاومة، الإعلام الإيراني والممول الإيرانيا كيف كان يعني يطبل ويزمر لاستخدام هذه القاعدة في إيران، لذلك الموقف يعني صعب تفسيره. في خلاف سيد إيفغيني سيدروف بين إيران، أو بدأ أنه خلاف بين إيران وروسيا حول الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. بالبداية تحدثنا عن صواريخ S-300، تأخرت روسيا في إعطاء S-300 ثم عرضت منح إيران S-400، إيران رفضت قبول S-400، طالبت إيران بسوخوي 30، حتى الآن روسيا لا تفكر أو لم ترد على إيران. هل لهذا الخلاف في الصفقات العسكرية أي علاقة بما حصل مؤخرا في موضوع قاعدة همدان؟ لا أعتقد بأن لهذه المسألة علاقة مباشرة بما حصل مع قاعدة حمدان، لأنه في حالة إذا ما أبدت إيران اهتمامها مثلا بسوخوي 30 أو بغير ذلك من أنواع الأسلحة، دبابات مثلا أو الصواريخ، روسيا بكل تأكيد لن تسترشد إلا بمصالح براغماتية، بمصالحها الوطنية للإسراع في عقد هذه الصفقة التي تخدم القطاع العسكري الروسي بكل تأكيد. ولا أعتقد بأنه يمكن أن ينعكس ما حدث الآن مع قاعدة حمدان أن ينعكس سلبا على الصفقات القادمة بين روسيا وإيران فيما يتعلق بتوريد روسيا مثلا لطائراتها ولدبابات إلى إيران، وهي مسألة وقت فقط. نعم، دكتور علي نوري زادة،
الملاحظ في موضوع التعاطي الروس مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بأي آمال نحو أي تسوية سياسية مستقبلا، أن روسيا تحاول إمساك العصا من النصف الآن، خاصة بعد فتح العلاقات مع تركيا والنوع من أنواع التقارب بين الأتراك والإيرانيين. كل هذا يجب أن يكون تحت المظلة الروسية فيما يتعلق بالشأن السوري. هذا النوع من الخلافات اللي له علاقة بالقاعدة، هل يمكن أن يؤثر على التحالف المصلحي بين الطرفين، خاصة أنه في أطراف أخرى ستدخل على الخط أو دخلت على الخط؟ سيدتي منتهى، أولا أن روسيا لها مصالحها الاستراتيجية في سوريا، هذا المصالح تختلف تماما عن مصالح إيران. بمعنى آخر، إذا كان هناك نظاما في سوريا يؤمن المصالح الروسية فلا جدال ولا يعارض أو تعارض موسكو يعني ذهاب بشار الأسد ومجيء شخص آخر. بينما بالنسبة لتهران، تهران تدرك جيدا لن يأتي نظاما إلى دمشق يسمح للنظام الإيراني بأن يتحكم في شؤوننا بهذا الدرجة. وبالنسبة لإيران، حزب الله هو النقطة المهمة، يعني حزب الله أهم من بشار ومن الآخرين. وتهران وإيران تعرف جيدا لن يسمح النظام المستقبلي في سوريا، سواء إن رأسه عسكري أو مدني، فاروق الشهر أو شخص آخر أو ميشيل كيلو، فهذا النظام لن يسمح بأن تستمر تهران في سيطرتي على طريق دمشق شتورة ودمشق وصنائع، فترسل معدات والأسلحة والصواريخ إلى حزب الله. وأعتقد بأن المجتمع الدولي أيضا لن يسمح بذلك، أمريكا وروسيا. فلذلك في نهاية الأمر هناك خلافات عميقة بين إيران وروسيا فيما يتعلق بالمصالح المستقبلية بالحل النهائي. إلى ذلك، فإن كما تفضل الأستاذ سعيدي، فإن تهران مستعدة للتعاون مع روسيا لوضع كل إيران تحت تصرف موسكو من أجل بقائها ومصلحتها. ولكن المشكلة كما يقول شاعرنا حافظ قبل 8 قرون، هؤلاء الملالي يتظاهرون ويتفاخرون فوق المنبر بالتزاماتهم الدينية، ومن ثم يذهبون إلى الخلوة ويرتكبون كل المناهي. هكذا لم يكونوا يعني يريدون أن ينشر هذا الخبر. أيوة. ولكن الخبر كما قال صديقنا في موسكو نشر، يعني العالم بدأ يعرف بالأمر بعد يوم أو يومين. فلذلك تهران غاضبة جدا، وليس باستطاعتهم مثل المرة الماضية في إيران جيت أن يقول السيد رفسنجاني جاء بعض الناس من إيرلندا وحملوا معهم كاكا وإنجيل. هذا المرة طائرات الروسية موجودة، سوخوي وقاذفات الروسية عاملين في هذا القاعدة، مستائين وقاذبين. لأول مرة في تاريخ إيران الحديث نرى طائرات أجنبية تحط في مطاراتنا. أيوه. والغريب أن يعني اللي دائما بأكد عليه أنه كان في احتفالات بالإعلام الممانعة بهذه الطائرات الموجودة في إيران. الآن بكرة رح نسمع صوت تاني مختلف. دكتور صالح السعيدي، كل هذا يأتي في ظل الحديث المتواصل والمستمر والمتكرر على أنه كيري اللي تحدث بها وزير خارجية الأمريكي عن أنه ما زلنا نتناقش مع الروس في موضوع الأزمة السورية أو إيجاد تسوية ما في الملف السوري. هل بقي للولايات المتحدة الأمريكية أي دور من الآن حتى يغادر أوباما البيت الأبيض؟ لا أعتقد أن هناك أي دور أمريكي باقي أو حتى كان موجودا، وهذا ما يفسر التحرك والاندفاع الروسي والاندفاع الروسي المحموم من أجل محاولة حسم المعركة في سوريا قبل مجيء الانتخابات الأمريكية. لأن الروس يدركون أن الفرصة التاريخية المتوفرة لديهم هي الآن الاستراتيجية، هي الفترة الرخوة ووجود هذه الإدارة الأمريكية الضعيفة أصلا، يعني زد على ذلك أنها تعيش في مرحلة ما يسمى البطة العرجاء أو السنة الأخيرة للانتخابات الأمريكية، وبالتالي هناك عجز أمريكي كامل وواضح،
وبدليل ان عجزهم عن حمايه الاكراد في الحسكه والقامشلي رغم انذاراتهم وتكرار توجيهات تحذيراتهم الى النظام السوري. فاعتقد الامريكان في طريق من الخروج نهائيا من هذه المنطقه، لانهم اصلا لم يكونوا لهم تاثير في هذه المنطقه، سوريا والعراق وبلاد الشام لم تكن تاريخيا تحت التاثير الامريكي، والقتال الان الروسي الايراني المشترك على محاوله منع سقوط هذه المناطق بما يعتقدون انه نفوذ امريكا ونفوذ غربي. ولكن انا اعتقد ان الامريكان عاجزون حتى الان، حتى نهاية الانتخابات، حتى مجيء رئيس أمريكي جديد، وما لا نعلم كيف سيتعاطى مع الرئيس الأمريكي الجديد إصلاح ما أفسده أوباما طيلة 8 سنوات عندما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة المتعفنة. إيه، يمكن في فرق بين ما نقول عاجزين وغير مهتمين في ما يحصل في المنطقة. دكتور صالح السعيدي المحلل السياسي ضيف من الكويت، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. سيد إفغيني زيدروف المحلل السياسي ضيفي من موسكو، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. دكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية ضيفي من لندن، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. ونتابع في بانوراما بعد قليل. علي عبد الله صالح، عرض لطهران وآخر لموسكو، إفلاس أم ابتزاز؟ أهلا بكم معنا من جديد. دفن علي عبد الله صالح المبادرة الخليجية وأبحر سياسيا باتجاه الضفة الأخرى من الخليج العربي باتجاه إيران، معلنا أنه في حل من جميع بنودها، بنود المبادرة، بما فيها بند الحصانة السياسية والقضائية الذي يشكل آخر المخارج الآمنة لمن يصف نفسه بالراقص على رؤوس الأفاعي. فهل يشكل العبور من الضفة العربية والخليجية تحديدا باتجاه الخصم الفارسي حرقا لمراكب العودة؟ ورقصة علي عبد الله صالح الأخيرة، ماذا عن مغازلة العملاق الروسي ومد اليد إلى بوتين وعرض تحويل اليمن إلى قاعدة روسية متقدمة في أطراف الجزيرة العربية؟ هل إعلان علي عبد الله صالح دفن المبادرة الخليجية وإغراق القرار 2216 بدماء اليمنيين وفق ما يقوله خصومه، هل يرقى إلى مصافي الانتحار السياسي على الضفة الإيرانية؟ احنا بالنسبه للقرار 2/2/16 انتهى بالعدوان، والمبادره الخليجيه انتهت بالعدوان. بين وهم الماضي وطمع العودة إلى السلطة بشتى الطرق، يحاول المخلوع أن يطل برأسه عبر وسائل الإعلام لممارسة الابتزاز تارة والتمرد على الاتفاقات تارة أخرى. هذه المرة أعلنها صراحة، رفض قرارات الشرعية الدولية وتحديدا القرار 2016 والمبادرة الخليجية التي كانت بمثابة توقيناجاة له ومنحته الحصانة وضمنت له خروجا آمنا من السلطة حين انتفض ملايين اليمنيين خلعه من كرسي الحكم بعد 33 عاما. والله إن قلبي لأبي، والله إن قلبي لأبي تمن. أنا أعلم أن هذا القانون سيعرضني للشتم من البعض، وأن هذا القانون لن يرضي البعض الآخر عني، ولكني كما قلت لكم في المرة السابقة مستعد كل الاستعداد لأن أقتل في عرض الشارع من أجل هذا الوطن. مساومات يحاول المخلوع ممارستها في الوقت الضائع بعد إعاقته استكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية التي تأسست عليها شرعية مرحلة ما بعد رحيله عن الحكم، وابتزاز اعتاد ممارسته بالتلويح بمد اليد الممتدة أصلا منذ سنوات إلى إيران في علاقة تحالفية أهم ما أنتجته الانقلاب على الشرعية في اليمن وتهديد أمن دول الجوار. احنا مش ضد إيران، إيران دولة إسلامية شقيقة، ولكن ليس بيننا وياها أي اتفاق أو تحالف. ده الحين ونحن نقصف والعدوان علينا، نحن نمد أيدينا إلى إيران للتحالف إذا ترغب، ونتحالف معها لمواجهة العدوان. عرض كرره المخلوع عشرات المرات، بينما التحالف بينه وبين إيران قائم منذ سنوات، وفي ظله تأسست حركة تمرد الحوثي برعاية مباشرة منه أواخر تسعينيات القرن الماضي ليستخدمها ورقة في محاولة إعادة ترتيب الحكم في صنعاء بتصفية حلفائه من خلال الحروب الست، ومن ثم الانقلاب على الشرعية وتهديد أمن دول الخليج.
ومن حيث لا يدري كشف المخلوع وقوفه الكامل وراء الانقلاب على الشرعية، وساق جملة من المبررات أبرزها انتهاء شرعية الرئيس هادي، التخلي عن المبادرة الخليجية المرجعية الأساسية لعملية الانتقال السلمي للسلطة، رفض مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون لبناء دولة اتحادية. حالة من التخبط والإحباط دفعت المخلوعة إلى تقديم تسهيلات عسكرية لروسيا على الأراضي اليمنية في محاولة يائسة لاستمالتها، وهو يدرك أن الخناق يضيق عليه وعلى حلفائه يوما بعد آخر، جغرافيا على الأرض وسياسيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع استمرار الاعتراف الدولي بشرعية الرئيس هادي وحكومته ورفض الانقلاب الذي يقوده المخلوع وحلفاؤه الحوثيون. ومعنا من القاهرة سيد محمد المخلافي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي والوزير اليمني السابق للشؤون القانونية. أهلا بك معنا معالي الوزير سيد المخلافي، وأسألك يعني هل كانت هناك رسائل محددة أراد علي عبد الله صالح أن يقولها من في لقائه هذا، أم أنه فعلا مقتنع بأن المبادرة الخليجية قد انتهت وقرار 2216 قد انتهى والحوار الوطني قد انتهى، ودليل ذلك هو تأسيسهم للمجلس السياسي؟ مساء الخير وتحية لك وللمشاهدين. من الواضح أن كل مصادر الشرعية في اليمن لم تعد لصالح علي عبد الله صالح وتجعله خارج الشرعية، وبالتالي كل مصدر من مصادر الشرعية سواء كانت المبادرة الخليجية كتوافق وطني داخلي أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مصدر آخر للشرعية الفترة الانتقالية أو للمستقبل، أو قرارات الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن، جميعها تجعل علي عبد الله صالح خارج هذه الشرعية، وبالتالي يكون خصما لها، سياق طبيعي لمجريات الأمور. طب عندما يقول المبادرة الخليجية سقطت، هو عنده حصانة وفق المبادرة الخليجية، إسقاطها يعني إسقاط الحصانة، يسقط الحصانة عن نفسه. الآن هو يمكن أن يكون مطلوب منه أن يقدم أكثر وفق القرارات الأممية. إسقاط المبادرة الخليجية ليست بيد أي طرف من الأطراف، لأنه أتت نتيجة لتوافق وطني وتوافق دولي، والهدف الرئيسي من المبادرة الخليجية كان إيجاد فترة انتقالية لنقل السلطة، أي لنقل السلطة من علي عبد الله صالح ونظامه وإحداث تغيير في اليمن، وبالتالي ليس من حق علي عبد الله صالح ولا غيره أن يسقط هذه الاتفاقية الوطنية، سواء كانت المبادرة الخليجية أو آلية تنفيذها، ولا تنتهي إلا بالانتهاء من تنفيذ المهام التي حددتها هذه المبادرة. غزل نعم. لروسيا المتكرر، مرة بيروح على السفارة الروسية ومرة بيدعو الروس ليكونوا يعني شهداء على شهود على موضوع الحزب السياسي المجلس السياسي الذي قرروه، والآن يعرض قواعد عسكرية على روسيا في اليمن مراداتا لهم يمكن بعد خروجهم من إيران. روسيا تقول علنا، بوغدانوف بالأمس قال بأن هم مع الشرعية في اليمن، والموضوع بالنسبة للروس منتهي، يعني قد يلعبون به ورقة من هنا وهناك، يعطلون قرار من هنا وهناك، ولكن المسألة الجذرية الرئيسية الأساسية أنهم مع القرار الأممي اللي اعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. ماذا يريد من الروس؟ كيف يتصور أن الروس سيتعاطون معه؟ في الواقع الموقف الروسي واضح، ليس فقط من تصريح بوغدانوف، وإنما أيضا الدولة الروسية كانت شاهدة على اتفاق المبادرة الخليجية
وآلية نقل السلطة، وأيضا شاركت في التصويت لكل قرارات مجلس الأمن السابقة التي كانت تستهدف نقل السلطة، وعدا القرار الأخير الذي تحفظت عليه. ومع ذلك أنا جمعني لقاء بسفير روسيا في الرياض، وأبلغ الحكومة عمري الحكومة اليمنية حينها بأن روسيا تحفظت على القرار 2216، ولكنها مع تنفيذ هذا القرار. وبالتالي ربما الحديث عن دعوة روسيا لاتخاذ موقف مغاير لموقفها وهو موقف استراتيجي بالنسبة لروسيا لأسباب كثيرة ليس هنا محل الحديث عنها، يعبر عن فقدان الأوراق وانتهاء الأوراق التي كانت تستخدم من قبل الانقلاب. وربما أهم ورقة خسرها هذا الانقلاب هي ورقة المشاورات التي يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات وحل سلمي، وجعلته طرف غير مؤهل للسلام. أما فيما يتعلق بالحصانة، الحقيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي أسقطتها عندما نصت على أن العفو لا ينطبق إلا في حالة عدم تكرار الانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي، وهي الآن كررت بأكثر بشاعة. فجرائم ضد الإنسانية ترتكب الآن في تعز، وسابقا في عدن، وجرائم حرب وغير ذلك. ومن ثم لم يعد للحصانة معنى بالنسبة لعلي عبد الله صالح والقيادات التي كررت الانتهاكات لحقوق الإنسان. ماذا عن إيران؟ احنا نتذكر مع بعض كيف كان في البدايات يقول أنه ليس شريكا مع الحوثيين حتى في هذه الانقلاب الأخير الذي حدث، لكنه توضح يوم بعد يوم في لقاءاته وفي حديثه بأنه شريك حتى العظم مع الحوثيين. يقول الآن بأنه لم يكن علاقته استراتيجية مع إيران، أو أنه لم يكن هناك تحالف مع إيران، لكنه الآن يمد يده لإيران من أجل التحالف. هل هو يحاول أن يستفز المملكة العربية السعودية، أم يبتز أطراف معينة، أم يعبر عن إفلاسه وفشله في إيجاد أي مخارج؟ طبعا استدعاء إيران هي تعبير أيضا من شخص ينتمي لأمة عربية، هي بتأكيد حالة من الإفلاس. لكن بالنسبة لإيران، إيران الدولة تعتقد أنه من مصلحتها ومن مصلحة شعبها أن تسيطر في المنطقة، وربما يعني الحالة الرخوة التي تجعلها قادرة على السيطرة هي منطقتنا العربية، وهذا أمر ليس بالمستغرب وليس بالغريب. لكن البؤس أن يأتي من أبنائنا، أبناء بلداننا، من بلداننا العربية مثل علي عبد الله صالح ليستدعي هذه الحالة ويشعل الحرائق في بلده. الانقلاب واضح حاليا بأنه من قاد الانقلاب هي ثورة مضادة كان على رأسها علي عبد الله صالح، وبمجرد أن استولت الميليشيات على العاصمة جرى استدعاء إيران من خلال الإعلان عن منحها سلطة إدارة الموانئ البحرية والجوية لليمن. وإحنا تابعنا كم شحنة سلاح دخلت إلى اليمن في البدايات ثم منعت من الدخول إلى اليمن من إيران. يعني نعم، كان من الأخطر من الأسلحة هو أن مؤسسات اليمن السيادية تسلم لدولة أجنبية لإدارتها، ومن ميليشيات وليس حتى من دولة، وليس وكان هذا مؤشر رئيسي على أن الانقلاب له بعد يستهدف العروبة في اليمن ويستهدف الأمة العربية باستدعائه إيران. وربما هذا هو المؤشر الذي جعل الحالة القائمة اليوم موضوعية أو واقعية.
لماذا بتفسيرك لماذا يخرج علي عبد الله صالح في مثل هذا اللقاء بمثل هذه التصريحات التي قد يعتقد بأنها هي تصريحات نارية لها علاقة بالمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن؟ هل يشعر بالثقة بعد تشكيله للمجلس السياسي وبعد هذه يعني هذه المسرحية الكبرى التي قاموا بها، أم أنه يشعر بالفخر والانتصار كون المفاوضات في الكويت تم تعليقها ووصلت إلى حافة الهاوية؟ ما الذي يشعر به حتى يخرج مثل هذه التصريحات بصفته ماذا؟ في الواقع عندما يكون هناك طرف فقط مؤهل للحرب ليست هذه ميزة إيجابية لمصلحته، على العكس هذه نقطة ضعف شديدة. المؤهل للسلام هو الأقدر بأن يكون شريك في المستقبل وأن ينظر إليه بشيء من الاحترام. ما حدث من إفشال لمشاورات الكويت لمنع المفاوضات لتحقيق السلام في اليمن هو من الأوراق التي خسرها الانقلاب وليس العكس. الأمر الآخر استدعاء أطراف أجنبية هي تعبر فعلا عن شعور لا واعي بملكية الدولة وبملكية البلد والتصرف بها، لكن هذا الشعور غير واقعي لأنه هذا الشعور لا تسنده شرعية. ومجلس السياسي الذي تم تشكيله لم يأتي بشيء جديد غير خطوة من الخطوات الانقلابية كتعيين محافظ أو تعيين نائب وزير أو تعيين وكيل وزارة أو غير تلك من الأمور التي هي من الأعمال المنتهكة للدستور ومن الأعمال اللادستورية، فلا تعطي ثقة في شيء وربما تعطي أو ربما أوجدت مأزق جديد للانقلاب لا سيما في من المنظور الدولي ومن منظور القانون الدولي. هو عندما يتحدث للرأي العام اليمني من وجهة نظره، هل يتحدث بصفته رئيسا سابقا لليمن أم بصفته رئيس حزب المؤتمر أو بصفته قائد هذه الحرب الآن التي يعني مشتعلة في اليمن؟ الواقع هو لا يخاطب الشعب اليمني، لو كان يخاطب الشعب اليمني لا ركن على هذا الشعب وقبل باستمرار العملية السياسية وصولا إلى الانتخابات، لكنه هو يخاطب فئة لها مصالح ضمن شبكة الفساد التي كان يديرها والتي كانت جزء من النظام القديم، ولكن من حيث الصفة فلا صفة بالمطلق. كل ما يقوم به هو عمل. طيب طالما لا صفة لها كيف بيعرض البلد؟ يعني بيعرضها مرة على إيران وبيعرضها مرة على روسيا، عشان هيك أنا بسأل بأي صفة. طبعا ليس هناك صفة، فهو مجرد الشخص كان رئيسا وبالتالي مجرد ما فقد الرئاسة هو فقد كل سلطة في البلاد، ولكن أؤكد من جديد بأنه قاد نظام استبداد ونظام تسلطي لأكثر من 30 عاما واعتقد بامتلاك السلطة وامتلاك البلاد. هذا الاعتقاد لا يزال لديه خارج الواقع. هل تعتقد أنه لخطاب علي عبد الله صالح أي تأثير أو أي أثر على أي من اليمنيين في الداخل باستثناء مجموعة الفساد بحسب ما أشرت إليهم حضرتك؟ هناك انقسام واضح وهو انقسام جهوي وسياسي واجتماعي. هناك فئة قليلة من اليمنيين كانت مستفيدة من النظام القديم من نظام علي عبد الله صالح ولديها مصالح لا غير مستعدة التخلي عنها ومستعدة أن
تحارب بأتباعها وأنصارها إلى آخر. لكن يبقى الشعب اليمني بالنهاية الأمر هو الذي سيقرر مصير اليمن. سامحني معالي الوزير، انتهى وقت بانوراما لهذه الليلة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. شكرا جزيلا. نهاية بانوراما، إلى اللقاء.